الرئيس السيسي يواجه بتكثيف العمل الجاري على الصعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية. مصدر مصري رفيع المستوى ينفي وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة. وزير التعليم العالي يشكر الشركة المتحدة لدعم الأنشطة الطلابية بمهرجان العالمين الجديدة ويعلن إقامة أسبوع لكرة للجامعات. الثانية عشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع هشام عبد التواب. أهلا بك هشام. أهلا بك إنجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، ومشددا على الأهمية الكبرى لهذا المسار في ضوء التنامي المضطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفا للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضا في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ. جاء ذلك خلال عقد اجتماع مع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفا عن المواطنين، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيدا بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، وموجها في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة. وخلال الاجتماع تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين. كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا هو الرابع له منذ تشكيل الحكومة الجديدة. للمزيد ينضم إلينا من مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. المزيد معك عوض. تحياتي إنجي، نحن بانتظار حدث هام اليوم، هو الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في العاصمة الصيفية لمصر هنا في مدينة العالمين. منذ نصف ساعة وصل السادة الوزراء وكان في مقدمتهم رئيس الوزراء، ثم انطلقوا بالفعل إلى هذا الاجتماع المهم الذي بدأ منذ حوالي نصف ساعة من الآن. جدول الأعمال مضخم بالنسبة لمجلس الوزراء، هناك عدد كبير من القضايا التي سيتم مناقشتها وأغلبها مرتبطة ارتباط وثيق بالحياة العامة للناس والشارع. ربما الملف الحاضر دوما في مثل هذه الاجتماعات لمجلس الوزراء هو ملف خاص بضبط الأسعار، هذه من الملفات الحاضرة دوما في كل الاجتماعات، وتحديدا حينما نتحدث عن ضبط الأسعار من له الكلمة في هذا السياق هم أعضاء المجموعة الاقتصادية للحديث باستفاضة عن كل أسبوع عما جد في هذا الأمر، سواء من خلال توفير السلع الاستراتيجية الضرورية أو من خلال الآليات الخاصة بضبط هذه الأسعار حتى تكون في متناول كل المواطنين. هذا هو الملف الأول. الملف الثاني هو خاص بالطاقة، وكما تعلمين كانت هناك زيارة مهمة للغاية لوزيري
الري الكهربائي والبترول أول أمس إلى دولة السعودية الشقيقة للتعجيل بالربط الكهربائي ما بين القاهرة وما بين الرياض، والذي سيمثل طفرة كبيرة للبلدين مع تخفيف الأحمال على الشبكة القومية في السعودية والقاهرة والتعجيل بمثل هذا التواصل. وهناك أخبار إيجابية في هذا السياق تتحدث قبل الوصول إلى الصيف القادم سيكون قد تم الانتهاء من هذا الأمر، بالإضافة إلى أمر تقليدي ربما خلال الأسبوعين الماضيين أو الأكثر، رئيس الوزراء يستمع إلى تقارير مفصلة من وزراء البترول والكهرباء حول عمل وآليات عمل التنسيق بين الوزارتين، هاتان الوزارتين هامتين التعامل بينهم وانعكاس ذلك إيجابيا على الشبكة القومية للكهرباء. وربما كل المشاهدين والمتابعين يروا بأن الحكومة قد صدقت فيما وعدت به يوم الأحد الماضي بتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع. النقطة الأخرى هو زيارة رئيس الوزراء الزيارة الأفريقية أخيرا إلى العاصمة أكرا العاصمة الغانية وحضور جلسات مهمة، وألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق التعاون الاقتصادي والأسواق التجارية ما بين القاهرة وعدد هائل من الدول الأفريقية، وكان لرئيس الوزراء أيضا نقاشات مستفيضة في هذا الأمر. سيكون هناك استعراض لطبيعة هذه الجولة وأهمية هذه الزيارة. النقطة الأخيرة هي خاصة بالنزول وحركة المحافظين في الشوارع. دوما في البيانات السياسية عبر الأيام الماضية نرى هذا بندا ثابتا في كل الاجتماعات الخاصة بمجلس الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة ومجلس المحافظين أكد على هذا الأمر، هو ما يتم بشكل دائم ونتابع ذلك عن كثب. على كل حال نحن بانتظار أن ينتهي هذا الاجتماع، ثم سيعقب بعد ذلك مؤتمر لرئيس الوزراء هو الرابع والأول هنا في مدينة العالمين، وسيكون رئيس هيئة الدواء له أيضا مؤتمرا صحفيا للحديث حول نقاط عديدة في هذا الملف، خاصة بأن رئيس الوزراء أيضا كان قطع وعدا قبل مرور 90 يوما سيكون تم حل الإشكالية الخاصة بالأدوية، سواء بتوفير المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة الوطنية في مجال الأدوية أو بالنسبة للأدوية الهامة. نتحدث هنا عن الأمراض المزمنة والحديث عن الرؤية بالتعاون مع شركات الأدوية بالنسبة لأسعار سيتم العمل بها. على كل حال المؤتمر الثاني مهم، والمؤتمر الأول أيضا أكثر أهمية لأن هناك وفود إعلامية وكالات أنباء هي تستعد الآن للحضور لهذا المؤتمر المهم لرئيس الوزراء هنا، والذي يجيب فيه على كل الأسئلة الخاصة بالصحفيين والإعلاميين داخل مجلس الوزراء ويعكسون وينقلون هذه الأسئلة من الشارع إلى رئيس التواصل الدائم يعوض نقطة مهمة للغاية مع المواطن، وهذا هو ما نشهده في هذه المرحلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، حدثتنا من مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. نفى مصدر مصري رفيع المستوى وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة في قطاع غزة، كما نفى المصدر قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة، وأن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب نتنياهو بالكونغرس. أكد المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق الهدنة. رحبت مصر بقرارات لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو الخاصة بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي تحت الخطر وحمايتها، والتي تشمل البلدة القديمة للقدس وأسوارها والبلدة القديمة في مدينة الخليل وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب. وأكدت مصر على رفض الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبصفة خاصة في البلدة القديمة للقدس التي تستهدف تغيير الوضع القائم فيها، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الإجراءات غير القانونية التي تهدف لتغيير طابع القدس الشرقية واحترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة. وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور الشكر للشركة المتحدة على دعم الأنشطة الطلابية بكل الجامعات المصرية، وخلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وذلك بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أوضح وزير التعليم العالي أنه تم الاتفاق مع الشركة المتحدة على إقامة أسبوع لكورال الجامعات. اسمحوا لي برضو أن أنا أوجه الشكر للشركة المتحدة ورئيس مجلس الإدارة وكل العاملين فيها على التنظيم اللي احنا شايفينه لدعم الأنشطة الطلابية من كل جامعاتنا المصرية اللي احنا تفاقدناها النهاردة. اللي موجود النهاردة الحقيقة بيعكس دور الجامعة
والأنشطة الطلابية المختلفة علشان يبقى فيه خريج وطالب وإنسان متكامل. إحنا نبغي العملية التعليمية ليست فقط إن هو يتلقى التعليم أو ياخد شهادة، إنما إحنا بننمي قدراته مهاراته وبنرعى الإمكانيات بتاعة الطالب علشان يقدر فعلا يبقى إنسان متكامل. زي ما إحنا شايفين الأنشطة اللي موجودة في كل جامعاتنا سواء رياضية فنية ثقافية إبداعية، ولو الوقت كان يتسع كنتوا هتشوفوا قد إيه حجم الجمال اللي موجود في جامعاتنا كلها. الحقيقة إحنا اللي شفناه في بداية الجولة مع عمرو بيه إن في كورال في الجامعات ومجموعات أصواتها بسم الله ما شاء الله مبدعة، فإحنا اتفقنا إن هيبقى فيه أسبوع لكورال الجامعات. وأنا بشكر الحقيقة الشركة المتحدة على دعم الأسبوع ده، هيبقى فيه تنافس طول الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع في المسرح الروماني هنشوف المبدعين من شبابنا في احتفالية، وفي ختام لهذا الأسبوع هنشوف القدرات الفنية الإبداعية لكل شبابنا. وقال وزير التعليم العالي إن مهرجان العالمين الجديدة مستمر حتى نهاية أغسطس، وفي كل أسبوع ستكون هناك مجموعة من شباب جامعات مختلفة من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية لاكتشاف المواهب. إحنا على مدى المهرجان لغاية آخر أغسطس كل أسبوع هيبقى فيه مجموعة من شباب جامعات مختلفة، بمعنى الجامعات الحكومية، الأهلية، الخاصة، التكنولوجية والمعاهد العليا وأفرع الجامعات الأجنبية. إحنا حريصين على إن كل شبابنا في كل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية نكتشف مواهبهم، نكتشف إبداعاتهم علشان فعلا يقدروا يعبروا عنها ويشوفوا كمان الجمال اللي إحنا شايفينه في مدينة العالمين. كما أكد وزير التعليم العالي أن الرئيس السيسي وجه بمضاعفة قيمة الجوائز الممنوحة للشباب المبتكرين. إحنا مع الشركة المتحدة إزاي بتدعم وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات المصرية. الحقيقة أول مسابقة من نوعها بتتم مسمينها جينزي اللي هو جيل زد، وإن إزاي إن الشباب ده من خلال نكتشف المبتكرين والمبدعين في جامعاتنا علشان نقدر نحول ابتكاراتهم إلى صناعة. الرد بقى بتاع السؤال بتاع حضرتك مرتبط ببداية مثل هذه المسابقات. إحنا على مدى 15 حلقة بنكتشف أكتر من 350 مشروع اتقدم من كل جامعات مصر، وتاني أنا بقول كل جامعات مصر، بنقدم أفكار من الشباب علشان نحاول إننا نكتشف المبتكر والمبدع جوه الجامعة، وفي نفس الوقت بيبقى لجنة التحكيم من الصناعة اللي هو بياخد هذه الفكرة وبيحولها إلى منتج. الحقيقة إحنا بندعم بداية تحويل الفكرة إلى منتج اقتصادي، وده كله الحقيقة من خلال التكامل بين الصناعة وما بين الأكاديمية. وإحنا في هذا المشروع هو مبادرة رئاسية، إحنا سيادة الرئيس الحقيقة وجه لما تكلمنا على هذا المشروع في الاحتفالية اللي كانت يوم التفوق في قناة السويس إنه هو الحقيقة ضاعف الميزانية اللي كنا عاملينها علشان نقدر نغطي تحول الابتكار إلى منتج حقيقي من خلال الطلاب المبتكرين اللي موجود في جامعاتنا. قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن هناك اهتمام كبير بطلاب الجامعات، مرحبا بطلاب الجامعات في مدينة العالمين الجديدة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير التعليم العالي أيمن عاشور على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة أن الشباب هم جيل المستقبل. برحب بيكم في العالمين، والحقيقة أنا سعيد بوجودكم هنا السنة دي، وإحنا السنة دي اهتمينا إن شباب الجامعات يبقى كلهم معانا،
وإن شاء الله كل أسبوع هيبقى معانا شباب من الجامعات، وعملنا يمكن الشاطئ ده مخصوص لشباب الجامعات. أنتوا جيل المستقبل، أنتوا اللي هتحملوا الراية بعد كده، وفي منتهى الأهمية الحقيقة أن أنتوا تيجوا وتتفرجوا على المدن الجديدة وتتفرجوا على اللي بيحصل في العالمين. وأنا بشكر معالي الوزير، يمكن إحنا تعاوننا مع الوزارة تعاون كبير، مش بس في العالمين، إحنا بنعمل برنامج جنزي مع بعض، وفي فكرة مسلسل كمان إن شاء الله بنطورها وهنعملها مع بعض. كما أكد عمرو الفي أنه يتم التجهيز لتعاون كبير مع وزارة التعليم العالي لإقامة عدد من الأنشطة في مدينة العالمين الجديدة. احنا السنة دي كنا مهتمين جدا انه يبقى طلابنا معانا هنا في العالمين، واحنا زي ما قلت برضو من شوية احنا فتحنا البيتش ده مخصوص للطلاب، ان شاء الله هم معانا في كل حفلاتنا. كمان قلنا انه الكورال بتاع الجامعات هنعمل ما بينه مسابقة هنا، وهيجي يعرض هنا، والشباب بيدي انرجي للمكان، وان شاء الله الفعاليات كتيرة جدا اللي جاية مع الطلاب بإذن الله في الفترة الجاية. وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور عددا من الفعاليات الطلابية التي يتم تنفيذها وتنظيمها لطلاب الجامعات المصرية مشاركين في مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة. يرافقه عمرو الفئي رئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وقدم وزير التعليم العالي في ذات السياق الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع وزارة التعليم العالي والجامعات ومعهد إعداد القادة ودعمها للمشاركة من قبل الطلاب في العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه فرصة متميزة للطلاب لكي يظهروا قدراتهم وإبداعاتهم ومهاراتهم في مختلف المسابقات والأنشطة. وأكد وزير التعليم العالي أهمية مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية بهدف تعزيز التفاعل بينهم والمساهمة في صقل شخصية الطلاب وبناء وعيهم وتعزيز روح المبادرة لديهم وتوسيع آفاقهم. وأشار في ذات السياق إلى أن تنمية قدرة الشباب بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفئي أن هناك تعاون وثيق بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم مشاركة طلاب الجامعات في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، مشيرا إلى أهمية استغلال طاقات الشباب ودعمهم بكافة السبل، ومشيرا كذلك إلى استمرار الشركة المتحدة في التعاون مع الوزارة والجامعات لتنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة بمهرجان العالم عالمين. كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور قام بجولة تفقدية بمدينة العالمين الجديدة، ورافق وزير التعليم العالي خلال جولته عمرو الفئي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وعلى هامش مهرجان العالمين الجديدة أجرت كاميرا أكسترا نيوز عددا من اللقاءات، دعونا نتابع. احنا هنا الوفد بتاع جامعة المنيا مشترك بثلاث أنشطة، عندنا النشاط الرياضي في خماسي كرة القدم، وعندنا الطائرة الشاطئية، وعندنا فنون تشكيلية مشتركين بثلاث إيفنتات. طبعا هي حاجة جميلة للمحافظة العالمين الجديدة، وبنحب نقول لكل الزوار وكل السادة السائحين ان هم يتفضلوا عندنا هنا، عندنا أماكن جميلة، عندنا أماكن سياحية حلوة جدا، لازم يعني يجوا ويبصوا عليها. احنا عندنا أكتر من نشاط، أولا عندنا النشاط الفني، الطلبة بيعرضوا لوحات زيت أو أعمال يدوية، وعندنا أنشطة رياضية زي الفولي بول وكرة القدم. والنهاردة المفروض ان احنا هنكرم الطلبة اللي فازوا في الانشطة دي. ان احنا نجيبهم هنا بيخليهم اولا يكتسبوا ثقة من اللي هما بيعملوه، وكمان يعرضوا فنهم واللي هما بيعملوه للعالم، وكمان بيخليهم يتعرفوا على بعض، يتعرفوا على الثقافات وعلى المناظر الطبيعية المختلفة، وده بيساعدهم اكتر ان هما حتى يطوروا من نفسهم في جامعاتهم ويعملوا شغل اكتر وكده. احنا كلنا هنا مبسوطين بالمكان، المكان مناسب في كل حاجة، كان رياضي
رياضي او فني او اجتماعي. طبعا الملعب كويس بتاع القدم انه على البحر على طول، كلنا مبسوطين بالمكان، في كل حاجه محتاجينها ومش محتاجين حاجه تاني، احنا كلنا مبسوطين هنا. مدينه جميله والله، اجواء ممتازه وتنظيم على اعلى مستوى، احنا بنلعب كوره، وصلنا للنهائي بس ما حلفناش الحظ اللي احنا نكسب في اخر ثواني، الحمد لله. يعني انا عملت ماكت، جمعت من مجالين، مجال التصميم الهندسي، وعملت كاسيتو البرجين من ضمن 6 ابراج فاول العالمين باشغال فنيه، جلد صناعي وعليه تطريز وتفريغ وفي اضاءه. تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات بالوحدات السكنية بالحي اللاتيني بمدينة العالمين الجديدة، وذلك تمهيدا لبدء تسليمها للحاجزين. ووجه وزير الإسكان مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة بمتابعة العمل على مدار 24 ساعة وسرعة إنهاء اللمسات الأخيرة لتشطيب العمارات السكنية التي سيتم تسليمها، إلى جانب الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ أعمال التشطيبات وسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع. كما شدد وزير الإسكان على ضرورة أن يكون مشروع الحي اللاتيني في أبهى صورة واختيار أفضل الشركات للتشغيل والصيانة. كما تفقد وزير الإسكان وحدات المبادرة الرئاسية بالعالمين الجديدة، وأكد أن هنالك تكليفات رئاسية بسرعة إنجاز وحدات المبادرة وتسليمها لمستحقيها، موجها بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وتقسيمها على عدد من الشركات الجادة لسرعة الانتهاء من التنفيذ. يستضيف اليوم المسرح الروماني بالمنطقة التراثية في مدينة العالمين حفلا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية في النسخة الثانية من مهرجان العالم عالمين، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ومن المقرر أن تقدم الفرقة بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني عددا من أغاني وموسيقى الزمن الجميل. ويعد مهرجان العالمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر ومن العالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي. قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بعمل تنسيقات فورية مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشكلة واجهت أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر. وخلال زيارته لثلاثة مصانع بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، استمع الوزير إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المصنع. وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن هذا هو نهج الوزارة وسياستها الجديدة، حيث يتم حل مشكلات كافة المصانع بشكل فوري للمشاركة الفعالة في تطوير هذا القطاع الهام في مصر. أجرى دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة الجيزة في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. بدأ الوزير جولته المفاجئة بتفقد مستشفى أم المصريين العام، موجها قطاع الطب العلاجي بسرعة إرسال لجنة للمستشفى لوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المستشفى وتنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات لحل مشكلة التزاحم والتكدس بين المواطنين، فضلا عن توفير أسرة رعاية مركزة لحين الانتهاء من تطوير المستشفى. كما تفقد مستشفى بولاء الدكرور، حيث تفقد أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمبنى الجديد للمستشفى للوقوف على معدلات الإنجاز، ومشددا على سرعة الانتهاء من إنشاء المبنى وفقا للجداول الزمنية المحددة للبدء في تجهيزه ودخوله الخدمة الطبية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجرى العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل الجميع. وفي لقاء خاص لبرنامج كلام في السياسة على قناة أكسترا نيوز الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة للخدمات الإعلامية، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى خطة التغطية الصحية للمواطنين على أرض مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 85%. إحنا الحقيقة يعني
الخطة اللي تم وضعها في البرنامج مفصلة بشكل كبير جدا، بتغطي كل المستهدفات اللي احنا عايزين نشتغل عليها، مش بس في الثلاث سنين الجايين لكن حتى لحد 2030 ان شاء الله. حضرتك ذكرت حاجات بعينها، يعني احنا لما نتكلم على في مستهدف موجود في الخطة بنقول ان احنا عايزين نصل الى الخطة التغطية الصحية للمواطنين على ارض جمهورية مصر العربية في الثلاث سنين الجايين ل 85%. يعني رقم كبير، 85% من سكان مصر اللي هم النهاردة 106 مليون وشوية صغيرين، عايزين نبقى 85% منهم يتمتعوا بتأمين صحي. طبعا يعني غني عن البيان ان التأمين الصحي، في تأمين صحي بدأ سنة 64 في مصر بمستشفى جمال عبد الناصر في اسكندرية، وهو تأمين صحي اللي موجود حاليا، بس هو بيؤمن على العاملين في قطاعات الحكومية في الدولة فقط وليس أسرهم، وعلى طلاب من أول ما بيتولد الشخص لحد ما يوصل لسن الجامعة، يبقى كل طلاب أو الأطفال في سن التعليم الأساسي مؤمن عليه بالإضافة إلى الموظفين. طيب دول النهاردة في الخطة اللي احنا تقدمنا بيها حوالي 69 مليون مواطن، 69 مليون نسمة، وده يمثل حاجة حوالي 64% أو 65% من إجمالي سكان مصر. لما احنا نحط في المستهدف بتاعنا في الخطة المقدمة ان انا عايز اوصل ل 85%، يعني معنى كده ان انا عايز ازود في الثلاث سنين الجايين دول مشتركين جدد يضافوا الى منظومة التأمين الصحي عشان احقق فيها التغطية الشاملة للمواطنين بالعدد اللي احنا التزمنا بيه امام مجلس النواب وهو 85%. وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لأكسترا نيوز أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة هي منظومة تكاملية تغطي جميع أفراد الأسرة، بل وتغطي جميع المواطنين الموجودين بالجمهورية. المنظومة الجديدة اللي حضرتك بتتفضل وتتكلم فيها وهي منظومة تكاملية بتغطي كل أفراد الأسرة، بل كل القائمين أو الموجودين على ظهر جمهورية مصر العربية. ودي ده الفرق ما بين المنظومة القائمة اللي هي التأمين الصحي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجديد. لكن أرجع تاني للاستحقاق اللي احنا تقدمنا به للمجلس النواب في اختيار خطة الحكومة عشان أصل للـ 85%، أنا محتاج أتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من 6 محافظات اللي احنا اشتغلنا فيهم، اشتغلنا في بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وأيضا محافظة جنوب سيناء، عشان أطلع من 4.6 مليون مواطن اللي أنا دلوقتي مأمن عليهم بالتأمين اللي حضرتك بتتمناه واللي كلنا بنتمناه، لأن هو تأمين منضبط، تأمين شامل، تأمين فيه تكافل مع كل المقيمين في هذه المحافظات، تأمين مراقب عليه بهيئة الرعاية أو هيئة للاعتماد والرقابة الصحية، مشكل له 3 هيئات لإدارته، هيئة للتمويل هي هيئة التأمين الصحي الشامل، ثم هيئة لتقديم الخدمات الصحية وهيئة الرعاية الصحية، ثم هيئة تراقب على المنظومة كلها وهيئة الرقابة والصحية. وده نموذج عالمي موجود في كل حتة في العالم اللي عملت منظومة تأمين صحي مستقر. كما أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية لأكسترا نيوز إلى أن ميزانية وزارة الصحة وصلت حاليا إلى 315 مليار جنيه، مؤكدا أنها كانت تبلغ في 2014 ما يتراوح بين 32 و33 مليار، وهو ما يؤكد حجم الدعم الكبير المقدم لقطاع الصحة. احنا في 2014 ميزانية وزارة الصحة كلها كانت حوالي 32 ل33 مليار جنيه مصري في الموازنة اللي بتجيلنا، سواء باب أول باب تاني باب سادس، عشان الناس تبقى فاهمة يعني إيه، يعني اللي هي فيها مهيات وأجور وفيها قطاع استثماري أبني بيه مستشفيات واشتري بيه مستلزمات واشتري بيه أدوية، كله أول عن آخر. إحنا موازنة العام ده يعني منذ وجود سيادة الرئيس في 2014 للنهاردة وصلنا من 32 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه. أنت متخيل حجم الدعم وحجم الفرق الكبير جدا من 33 مليار ل 315. الرسالة فين؟ الرسالة ان الدولة لما اهتمت بالمشاريع القومية، لان كتير دايما تسمع في حديث كتير الحقيقة ان الدولة اهتمت بالمشروعات الكبرى مثل الطرق والكباري، مثل مشاريع النقل، التنمية العمرانية وما شابه ذلك، اين نصيب التعليم والصحة؟ هتلاقي دايما بيتردد هذا الموضوع. لكن الحقيقة انا يمكن يعني ربنا اكرمني ان انا كنت شاهد على العصر في ملفين، ملف التعليم العالي هو ملف الصحة، فخلاني أقدر أشوف إزاي الدولة من خلال توجيهات سيادة الرئيس اللي هي تقريبا أسبوعية
علشان يطمئن على توفر الإمكانيات والميزانيات أنت بتتكلم عليها لدعم منظومة التعليم العالي والتعليم الأساسي، لأن طبعا كنت حضرت أيضا يعني مجموعة من الوزراء اللي شاركونا في ملف التعليم سواء التعليم الأساسي أو التعليم العالي، ثم ملف الصحة من خلالي ومن خلال زمايلي ومن خلال المستشفيات الجامعية اللي احنا كنا مسؤولين عنها. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITC Egypt 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة والتي تنظمها القوات المسلحة على مدار عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية وبمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITC Egypt 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ISEC 2024 والتي تنظمها القوات المسلحة على مدار عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة. وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي ودعم الباحثين في شتى المجالات العلمية مما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم. وألقى الأستاذ الدكتور يحيى عنتر الأستاذ بالكلية العسكرية الملكية بكندا والرئيس الفخري للمؤتمر كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للدولة المصرية والقوات المسلحة على تنظيم هذا الحدث العلمي الهام الذي يهدف إلى إثراء العمل البحثي العلمي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة والاستفادة من التطور المتسارع بمختلف المجالات العلمية. كما قام القائد العام للقوات المسلحة بافتتاح معرض المشروعات الهندسية الذي يضم العديد من الابتكارات التكنولوجية لطلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية مشيداً بالمستوى المتميز للابتكارات المشاركة والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية، ووجه سيادته بضرورة الاستفادة من تلك المبتكرات بالتعاون مع إدارة البحوث الفنية والتطوير وباقي الإدارات والأجهزة المعنية بالقوات المسلحة ترسيخاً لمبدأ بالعلم تتطور الأمم وترقى الشعوب. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة انحصار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث أعاصير مدمرة. وأكد المركز أنه لا صحة لانحصار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية نتيجة موجات مد بحري تسونامي نتيجة وجود زلازل كبيرة في البحر المتوسط، موضحا أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل طبيعي نتيجة التغيرات المناخية وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر ولا علاقة لها مطلقا بحدوث أعاصير مدمرة. وقد رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي. شهد وزير التعليم العالي أيمن عاشور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث بالمملكة المتحدة. يهدف البروتوكول إلى إنشاء فرع للجامعة داخل حرم مؤسسة الدلتا التعليمية الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين في مجالات التعليمية والبحثية المختلفة والتعاون في البرامج الأكاديمية المشتركة. كما ينص البروتوكول على وجود تعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي وتشجيع التبادل الطلابي
وأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين، وكذلك تشجيع التعاون في مشاريع البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك. نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حدثا مشتركا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط كلمة استعرضت خلالها الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التعاون الثلاثي بين دول جنوب-جنوب، إذ تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى. أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التواصل الدائم مع السادة النواب بمجلسي النواب والشيوخ سيسهم في إنجاز عدد من الملفات التشريعية للوزارة والمقرر طرحها في الفصل التشريعي القادم. وخلال لقائها وفدا من نواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أكدت مايا مرسي أن ملف الدعم النقدي من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. وأضافت أنه تم السماح للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة على الاستفادة من برنامج الادخار والإقراض الرقمي تحويشة والتابع للمجلس القومي للمرأة، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي المختلفة دون إخراجهم من تكافل وكرامة، حيث تهدف الوزارة إلى مساعدة الأسر على التخرج من تلقي الدعم إلى الإنتاج. أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي منشورا وزاريا بعدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الادخار والاقتراض الرقمي تحويشة والتابع للمجلس القومي للمرأة أو أي من برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيديها لمساعدتهم على التحول من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل. يأتي هذا في إطار توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدي المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة في المجلس القومي للمرأة بهدف المساعدة في إخراج الأسر من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة وأن برنامج تحويشة يساعد السيدات والفتيات في القرى المختلفة بمحافظة مصر على الادخار.
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة بمدينة العلمين الجديدة مع مارتينا أوباتزي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، وتم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشافات وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلا عن زيادة عدد الحفارات العاملة. كما تم الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لاستقبال الغاز المنتج من حقول شركة إيني بشرق المتوسط إلى جانب تصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر. وأشار وزير البترول إلى أن شركة إيني لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات، كما تتوافر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة الأنشطة خلال الفترة الأخيرة والمقبلة، موضحا أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج. تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسيوط في زراعة الأشجار وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار. من جانبه أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار التوسع في زراعة الأشجار بحي شرق أسيوط لإضافة المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء تنفيذا للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي تستهدف التوسع في التشجير لتحسين نوعية الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وخفض الاحتباس الحراري. عقدت دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة اجتماعا تنسيقيا بديوان عام محافظة سوهاج لبحث آليات تسريع معدلات إنجاز الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان وتنمية الأسرة. جاء ذلك في ختام الجولة التي قامت بها ضمن المرحلة الأولى لحملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة والسكان نحو التواصل المباشر مع المواطنين. وأوصت نائب الوزير بمتابعة حل المشكلات التي تعاني منها بعض وحدات الرعاية الأساسية وأقسام الطوارئ، وإلى جانب تخصيص صندوق تلقي شكاوى المواطنين في كل وحدات الرعاية الأساسية لمتابعة مدى رضاهم على الخدمة المقدمة، فضلا عن توفير التقارير الدورية لأداء أقسام النساء والتوليد ووحدات رعاية حديثي الولادة بالمستشفيات. كما نوهت إلى التعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالقضية السكانية لضمان توحيد الجهود وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطة المجلس القومي للسكان. شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء انطلاق مبادرة إعادة تجميل ميادين مدينة العريش، وأكد المحافظ أن هذه المبادرة هي القاطرة لباقي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمواطنين للمشاركة في حملات النظافة والتجميل والتشجير ليس في مدينة العريش بل في كل مدن المحافظة. ووجه المحافظ الشكر إلى جمعية الجورة والمتطوعين على هذه المبادرة، مطالبا الجميع بالمشاركة في مثل هذه المبادرات، وأضاف أن الاقتصاد يعمل على تعديل نسيج الشخصية المصرية في محافظة شمال سيناء.
تفقد محافظ السويس طارق حامد الشاذلي عددا من الشوارع الرئيسية، كما حرص خلال الجولة على متابعة جودة رغيف الخبز والاستماع لشكاوى المواطنين. وكلف محافظ السويس بالمتابعة الدورية على المخابز من أجل جودة رغيف الخبز، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب المخابز بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين. استعرض محافظ القليوبية أيمن عطية ونائب وزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكباري عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تنفيذ مشروعات لحل المشكلة المرورية وتطوير الطرق الرئيسية. وأكد محافظ القليوبية أنه تمت مناقشة دراسة الحلول المقترحة لحل الكثافات المرورية بنفق الحدادين ومزلقان بلتان بمدينة طوخ، وكذلك رصف ورفع كفاءة وتطوير طريق طوخ شبين الأناطر. ولفت الوزير إلى أنه أيضا تم استعراض ما تم إنجازه بمشروع تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وتم الاتفاق على سرعة دفع الأعمال للانتهاء من الجزء المتبقي من الشارع. كما استعرض كذلك مشروعات التطوير الحيوية التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة. تابع الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط مع مديرية التموين والتجارة الداخلية جهود الحملات للتفتيش على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز وموقف توافر السلع الأساسية وموقف تطوير المكاتب والإدارات التموينية. ووجه محافظ دمياط بضرورة استمرار الجهود لإحكام الرقابة على تلك المنظومة ومنع أي محاولات لاحتكار السلع وتصدي لأي مخالفات. أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية التي يتلقاها المواطن، وجاء ذلك خلال مناقشة جهود مديرية الصحة في تفعيل العيادات المسائية. وجه المحافظ الوحدات المحلية بالإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للتيسير على المواطنين، مؤكدا على أن كافة أوجه الدعم المتاحة للمحافظة موجهة للقطاع الصحي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة إلى خطوات عملية. وصلت لجان المتابعة في محافظة بني سويف زياراتها الميدانية بالقرى لمتابعة سير وانتظام العمل بالمخابز البلدية ومراقبة الأسواق. أسفر المرور الميداني عن تحرير 13 محضرا لمخالفات متفاوتة، والتي شملت محاضر لمخالفات خاصة بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم والمخصص لبعض المخابز ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، حيث تم تحرير المحاضر وإحالتها للتموين لاتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن. وجه محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التحرك السريع في ملف التصالح على مخالفات البناء. وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وجه محافظ سوهاج كذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الطرق والنقل لوضع خطة للانتهاء من رصف الشوارع المستهدفة وتحديد الجداول الزمنية للانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة. كما ناقش الاجتماع كذلك موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. Come on.
استشهد 55 فلسطينيا وأصيب 110 آخرون جراء ارتكاب قوات الاحتلال 3 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. أضافت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39,145 أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 90,257 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز كريم كمال. أهلا بك معنا كريم، ما هي آخر التطورات المتعلقة بحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة؟ نعم هشام، يعني الوضع اختلف منذ مداخلة على الهواء مباشرة في الخدمة الإخبارية السابقة. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات حول مدينة رفح الفلسطينية، خاصة بالتحديد غرب مدينة رفح. هذه الضربات سمعنا دويها منذ ساعة تقريبا وهي متتالية حتى الساعة التي أنا أحدثك فيها الآن. هذا بالإضافة إلى أن هناك استهداف كامل لمربع سكني بمدينة بني سهيل بشرق خان يونس. هذا بالنسبة للوضع العسكري حتى هذه الساعة بداخل الأراضي الفلسطينية. أيضا بالتزامن منذ ساعات الصباح الأولى كان هناك استهداف لعدد من المخيمات، خاصة مخيم طول كرم ومخيم البريج، والذي أسفر عن العديد من الإصابات وأيضا استشهاد ما يقرب من 50 شهيدا من الأشقاء في قطاع غزة. إما إن تحدثنا عن وضع المساعدات الإنسانية والإغاثية، فتحركت منذ صباح اليوم 19 شاحنة من المساعدات صوب معبر كرم أبو سالم، وتم عودة 10 شاحنات تم رفضها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كانت هذه الشاحنات تحتوي على ملابس ومنظفات، وتم رفض هذه الشاحنات وعادت إلى معبر رفح المصري، وتم السماح فقط بدخول 9 شاحنات من المساعدات تحتوي على المأكولات والمعلبات والخضروات وأيضا عدد قليل من المستلزمات الطبية. نتحدث عن أن 19 شاحنة مقارنة بال3 أيام الماضية فهو عدد قليل لا يكفي ولا يلبي احتياجات الأشقاء بداخل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المختلفة. أيضا تم السماح بدخول 4 شاحنات من الوقود التي يستهلك هذه الشاحنات في المستشفيات وأيضا سيارات الأسعاف لتنقل المصابين. هذا هو الوضع. أعداد شحيحة للغاية كريم، شكرا جزيلا لك. مراسلنا كريم كمال من أمام معبر رفح المصري، شكرا لك. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، وفي الختام تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية. مصدر مصري رفيع المستوى ينفي وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة. وزير التعليم العالي يشكر الشركة المتحدة لدعم الأنشطة الطلابية بمهرجان العالمين الجديدة ويعلن إقامة أسبوع لكرة للجامعات برعايتها. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، كنا معكم في هذه النشرة إنجي طاهر وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.